السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر من ضمن الأخبار الخاصة بالذكاء الاصطناعي اتنشر في الفوكس نيوز. نشر مجموعة من العلماء بحث جديد بيقولوا إن في إمكانية إن نماذج الذكاء الاصطناعي تقدر تعمل نماذج ذكاء اصطناعي أصغر شوية من غير ما البشر يتدخلوا. سيلف ايفولفينج اي اي، فهم بقى يعملوا نسخة تانية ونسخة تانية تعمل نسخة تالتة، وممكن تكون أصغر شوية لكنها تكون أكثر تخصصا، بحيث ممكن تستخدم في الحياة اليومية. الموضوع ده يعني كان في قصة الخيال العلمي، تمام، لكن هو دلوقتي أصبح حقيقة، وأصبح الذكاء الاصطناعي عنده إمكانية إن هو يعمل ذكاء اصطناعي تاني، هو يولد نفسه بنفسه، ونلاقي عندنا ذكاء اصطناعي كتير جدا إحنا ما نسمعش عنه. يعني هفيد لينا حاجة كده جت مرة واحدة متعرفش إزاي. فدي من ضمن الأخبار اللي قريتها واندهشت ليها، فقلت أشاركها معاكم إن شاء الله. فده يعتبر ميلاد جديد للذكاء الاصطناعي، ربنا يستر وما يجيش ذكاء اصطناعي ما نقدرش نتعامل معاه.